بالمزج بين روائع التراث الموسيقي الفلسطيني والمعاصر، ابتدأت فرقة روح القدسي حفلها على خشبة مؤسسة بيتنا للتراث والفنون في الموصل القديمة. الفرقة القادمة من غزة قدمت 12 مقطوعة غنائية تراثية تحاكي المعاناة من الاحتلال. نقدم اليوم وصلات فنية تراثية شعبية، الميجنة، العتابة، زرف الطول، علي الكوفية، أيضا بعض الأغاني التراثية العراقية. الهدف منها هو إعادة ربط العلاقات ما بين الشعب الفلسطيني والشعب العراقي بعد انقطاع كبير، إعادة إحياء القضية الفلسطينية بين الشعوب العربية من خلال الموسيقى والفن، هو ما تهدف إليه فرقة روح القدس، فضلا عن تعريف الجمهور العراقي بالتراث الموسيقي الفلسطيني. انه الناس نسيت القضيه الفلسطينيه، العرب اجمالا نسيوا القضيه الفلسطينيه، ومثل ما بنعرف انه العراق معروف بالفن والثقافه، فاجينا نرجع نحيي من جديد القضيه الفلسطينيه. طبعا احنا اليوم جيناكم من فلسطين قطاع غزه لنحيي القضيه الفلسطينيه ونحيي التراث الفلسطيني، متشكلا في التراث الفلسطيني الاغاني القديمه الفلسطينيه البحته، وجينا لنشارك هذه الرساله الى العراق وشعب العراق العظيم. وكان للجمهور الموصلي حضور تفاعلي مع كل أغنية مقدسية أدتها الفرقة، في صورة تعكس ترابط الشعوب من خلال الفن والموسيقى. احتفينا بالفرقة الفلسطينية القادمة من فلسطين، وهذا شيء مهم جدا. أولا يعني تعزيز الهوية الفلسطينية، احنا مهمة بالنسبة لنا الهوية تتعزز بالثقافة، بالشعر، بالفن، بالموسيقى. وتسعى فرقة روح القدس إلى زيارة مدن عراقية أخرى لتقديم عروضها الموسيقية في محاولة للفت أنظار الشعوب للقضية المركزية للعرب من خلال موسيقاها وتراثها الفني. قاسم الزيدي، UTV الموصل.